اليوم نرجع لكم في حصة جديدة. مش نعمل صلاة البلانكيت. هني انا خذيت ترانش خبز بارد، وعندي هريسة عملت خلطها بزيت طماطم ورونديل فقوس ورونديل أظن وكيب فرماج وكعبة زيتون وطرف معدنوس. هذه وصفتنا اليوم، صلاة البلانكيت التونسية. ان شاء الله تعملوا لي لايك، نتمنى انها تعجبكم. تعملوا لي لايك وسابوني، تكتبوا لي رايكم في الكومنتير، وتتبعوا اختي وماما. نتقابل في وصفة جديدة.